أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تؤكد ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووي مع إيران. الأمم المتحدة تحذر لبنان من سلاح حزب الله. تقرير للبنتاغون يرى تحسنا ضئيلا في الوضع الأمني في أفغانستان. نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يقول ترامب مستعد للانسحاب من قمة كوريا الشمالية. أيضا في أخبارنا قتل 18 شخصا في إعصار ضرب القرن الإفريقي. وأيضا لدينا جينا هاسبل تتولى مهامها كأول امرأة مديرة لوكالة CIA. أما في أخبار الصحة وأخيرا اكتشاف سبب سرطان الدم عند الأطفال.